بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله يا شباب مع حلقة جديدة في محاولاتنا لتبسيط مفهوم الإكسيرجي. عنونت لهذه الحلقة بالعنوان التالي: A definition of exergy. ولم أستخدم the definition of the exergy لأنني لم أريد أن أجعل تعريف هذا جامع مانع، لأنني أعلم أن كثير من المؤلفين لهم تعريف تقترب وتبتعد من تعريف الكتاب، ففضلت أن أستخدم النكرة هنا: A definition of exergy. قبل ما أبدأ بالدرس هذا، أبغى ألفت انتباهكم إلى ملحظ هام جدا، أرجو أنكم تركزوا معايا. هذا هو السيستم، وهذا هو الانفايرومنت او الراوندينج. اوكي، السيستم هذا يا اخوان از ات ا سيرتن ستيت، يعني له درجه حراره معينه، له ايضا بريشر معين، له سرعه معينه، له ارتفاع معين الى اخره. اوكي، والانفايرومنت لها درجة حرارة معينة تي نوت، وضغط معين بي نوت. تي نوت يعني تقريبا 25 إلى 27 درجة مئوية، البي نوت عادة 1 أتموسفير، لها سرعة معروفة ألا وهي الصفر، لها أيضا ارتفاع زي نوت اللي هو إيش الصفر. تمام، مفهوم الإكسيرجي اللي بنتكلم عنه كثيرا في هذه الحلقة له ارتباط هام جدا بالفرق ما بين درجة حرارة السيستم ودرجة حرارة الانفايرمنت. كلما كان هناك فرق كبير ما بين حرارة السيستم الابتدائية وحرارته عندما يصل إلى فل إكوليبريم مع الانفايرمنت، فهناك فرصة سانحة كبيرة جدا للحصول على وورك مفيد بالنسبة لنا. ونقول نفس الكلام، كلما كان هناك فرقا كبيرا ما بين البريشر الخاص بالسيستم والبريشر الذي سيؤول إليه السيستم عندما يصبح عند ضغط الانفايرومنت، فإن هناك فرصة سانحة للحصول على وورك. ويقال نفس الشيء، إن السيستم إذا كان عنده سرعة عالية وخليته يصل إلى سرعة مقدارها صفر بطريقة معينة سنريكم إياها في هذه الحلقة، فهناك فرصة للحصول على وورك مفيد جدا. ويقال نفس الشيء بالنسبة للزي إذا ما قارنته بالإليفيشن الخاص بالإنفايرمنت الذي هو صفر. الآن الكلام السابق يا شباب نصيغه مرة أخرى ونكتبه بالإنجليزي: نيفر تو سيستمز، اللي هو السيستم حقنا والانفايرومنت، at different states are brought together. إن هناك potential كما ترى ل developing a work as the two systems are allowed to come into equilibrium. Explain more. أنا أشرح لك الآن باستخدام المثال التالي. فكر في مثلا شافت أو قطعة حديد كبيرة درجة حرارتها أعلى من درجة حرارة الانفايرومنت كانت تي آي، ودرجة حرارة الانفايرومنت تي نوت. وإذا تبغى تأخذ مثال عملي، تخيل إن هذا هو مثلا الشافت ذا اللي خارج ما شاء الله من المصنع، درجة حرارته يمكن توصل إلى 1400 كالفن. عندك أنت بالخيار إنك تخليه يبرد إلى أن يصل إلى درجة حرارة المصنع اللي هو فيه اللي هي إيش تي نوت، وبالتالي الهيت هذه اللي أنت شايفها ستذهب هباء منثورا إلى أرضية المصنع. طيب إيش المشكلة دكتور؟ والله في مشكلة الآن. إذا أنت مهندس مهتم بشؤون الطاقة، فاهم ثيرمال أناليسيس كويس، فأنت زيك زي الدراكولا. دراكولا ايش يمص؟ يمص الدماء. لكن المهندس اللي فاهم الاوبورتونيتيز فور ديفلوبينج وورك ومحاوله استخدام الموارد الموجوده لنا على الكره الارضيه بجوده، يرى هناك طاقه عنده استعداد انه يستخرجها ويمتصها بدل من تذهب عشوائيا او الى الانفايرمنت من دون ما نستفيد منها. طيب اشرح لنا. طيب المهندس يقول لك حب الكرم، انا هشرحها لك، و خذ لي البادي هذا هنا. طيب أخذنا هنا، حرارته عالية، حرارته عالية. قال لك شوف يا كابتن، أبغى منك الآن بدلا من أنه تخلي البادي يبرد سبنتينيوسلي لحد ما يوصل إليه تي نوت، خلينا نفكر بطريقة أنه الكيو اللي كانت هنا تروح
هباء منثورا. شايف كيف اخليها تروح الى باور سايكل؟ اي باور سايكل يعني هيت انجن. هذه هي الهيت انجن، وخلني احط الار هنا يا شباب عشان اقول لكم ان هذه ريفرسبل هيت انجن. عشان ايش يا شباب؟ عشان اخلي الورك اللي بيخرج منها اعلى ما يمكن. الان الهيت بدل ما كانت تروح هباء منثورا الى المصنع، قال لك لا، شوف ايش حسوي لك، حخليها اول شيء حتمر عبر ايش؟ عبر الهيت انجن هنا، مما سينتج عنه ايش؟ تولد ورك، وسنلفظ قدرا من الطاقة مقداره كيو نوت. هذه تسمى في أدبيات الإكسيرجي وفي الثيرمودينامكس أن أفيلابل إنرجي. ورك هذا يا شباب قال لك جاهز، أقدر أشيل فيه وزن، أرفع فيه مصعد، ممكن خليه يدور لي شافت، والشافت هذا يدور لي جنريتر يولد لي كهرباء. طيب هل العملية يا أخوان تستمر إلى ما لا نهاية؟ قال لك لا. ليش؟ قال لك انه ultimately البادي حيبرد لحد ما يوصل الى تي نوت، واذا وصل هذا البادي الى تي نوت اللي هي الحاله هذه زمان، شايف كيف، حتتوقف الهيت انجن عن العمل. لكن احنا ايش هنا؟ كسبنا ورك ريدي جاهز ان نستفيد منه في الصناعه وفي توليد الطاقه. اذا ممكن نقول ان الاكسيرجي هي الماكسيمم ثيوريتيكال ورك، وكل كلمة من هذه الماكسيم ثيوريتيكال لها معنى. Exergy is the maximum theoretical work obtainable from bringing a system into an equilibrium مع الانفايرمنت حقته، بكل اختصار. اوكي طيب ابغى اجي الان يا شباب وافهم ليش المؤلف هنا نص على كلمة maximum ونص على كلمة theoretical. اخذ كل واحدة الوحدة. maximum قصده انه يبغى البادي يوصل الى dead state. إذا ما وصل إلى dead state، يعني أنت بس وصلته إلى هنا intermediate state، معنات باقي فيه شوية طاقة ما استخرجناها، ما امتصيناها، وبالتالي هذا ليس هو تعريف الإكسيرجي. كأني أشبه يا شباب إذا تبغون الإكسيرجي زي الفولتميتر بالضبط، تحطه بروب تحطه هنا، والبروب الآخر تحطه وين؟ على environment أو dead state، وبالتالي يقيس لك قديش إكسيرجي موجودة في هذا الجسم فيما لو خليناه يصل إلى equilibrium حراري مع الانفايرمنت، أو إلى equilibrium ميكانيكي مع الانفايرمنت، أو إلى equilibrium سرعاتي مع الانفايرمنت، أو إلى equilibrium ارتفاعاتي مع الانفايرمنت. ارتفاعاتي يعني إيش؟ قصدي زي اي يصل الى الصفر. نجي الان الى كلمه ثيوريتيكال. ثيوريتيكال تذكر يا اخي الحبيب، هنا لما استخدمنا الهيت انجن انا نصيت على انها ريفرسبل، انها لو لم تكن ريفرسبل يا شباب الورك هذا ما بيكون اكبر ما يمكن، فهذا قصده بثيوريتيكال. وتجد بعض الكتب مثل سوناتاغ اند فان وايلن يضعون الكلمه هذه ريفرسبل. تنبيه أخير قبل ما يعني نروح للسلايد التي تليها. خلال شرحي يا شباب هنا كانت هذه التي نوت، وكانت هذه ايش؟ التي انيشال حقت الجسم. طيب وكان هذا هو الفرق دلتا تي معي. يا ترى لو كان الجسم عند حرارة أقل من حرارة الانفايرمنت، مثلا كان تي اي تساوي ناقص مثلا 100 درجة مئوية، هل في إمكاني نستخرج إكسيرجي؟ قال لك نعم. طيب كيف هذا؟ حوريك في الشريحة التالية. الآن تخيل أنه بقدرة قادر في خرجت الدمام المينا وحصلت لك جبل جليد درجة حرارته ناقص مثلا 10 درجة مئوية، ممكن تقول أنا إيش حسوي فيها الآن؟ الدرجة حرارة الدمام ب 25 مئوي والضغط الجوي زي ما أنتم عارفين، قال لك بص يا كابتن ايش رايك نجيب لنا ريفرسبل هيت انجن؟ طيب يا دكتور جبنا ريفرسبل هيت انجن، ايش حتسوي؟ الان ابغاك تخلي هيت تدخل من الانفايرمنت الى السيستم حقك، ايهما احر الانفايرمنت ولا البادي؟ حتجاوب عليه تقول الانفايرمنت. اذا تصبح الانفايرمنت يا ولدي الان هي الهاي تمبريتشر سورس، تدخل للإنجن ونتيجة اللي دخولها للإنجن إيش اللي حيحصل؟ حيدور حيعطيني ورك وحلفظ قدرا من الطاقة إلى الجسم. إذا أصبح الجسم الآن يسمونه low temperature source أو heat sink، بلوعة حرارية. طيب العملية هذه حتستمر إلى ما لا نهاية؟ لا،
حتستمر لحد ما توصل درجة حرارة الجسم ترتفع مثلا من ما ناقص 15 لحد ما توصل إلى إيش؟ إلى تي نوت. والنتيجة زي ما أنت شايف قدرت أولد وورك أستفيد مني في رفع ثقل أو أدور بوشافت والشافت يولد لي كهرباء. إذا سواء كنت في مستوى حراري أعلى من التمبرتشر حقة الديد ستيت أو في مستوى حراري أقل من التمبرتشر الخاصة بالديد ستيت فعندي أوبورتيونيتي للحصول على فاليبل إكسيرجي. يعني الإكسيرجي دكتور دائما بوزيتيف؟ نعم it cannot be negative. ولو الحسابات حقتك من الفورمة الذي اللي لسه أنا ما اشتقيتها لك إلى الآن بشتقها لك عما قريب بمشيئة الله أعطتك شيء نيجاتيف معنات شغلك غلط يبغالك تراجع. الحمد لله اليوم شفنا أنه لما يكون في فرق في البوتنشال الحراري درجات الحرارة كيف ممكن أنه يصير عندنا فاليبل فورك ممكن نستفيد منه بدلا من أن نجعل الجسم أن يبرد تلقائيا spontaneously إلى أن يصل إلى درجة حرارة الانفايرمنت. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة واعذروني على التطويل في هذه الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.